بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في الحلقة الأولى من شرح كيفية تكوين الأسئلة في اللغة الإنجليزية. حلقة النهاردة هي الحلقة رقم 16 من كورس تعلم الإنجليزية للمبتدئين قائمة تشغيل كورس القواعد المستوى الأول. هنتعلم إزاي نكون الأسئلة في اللغة الإنجليزية على 3 حلقات. How to form a question in English. Please تابعوا الفيديو للنهاية، ولو بتشوف القناة لأول مرة ما تنساش تشترك في القناة، اضغط على زر الجرس واختار all او الكل علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة عاوزين بس نمهد للموضوع. الأسئلة في اللغة الإنجليزية نوعان، 2 فقط. النوع الأول بنسميه yes no questions. yes no questions يعني أسئلة نجيب عنها إما بيس نعم or no لا، وهذه الأسئلة تبدأ بفعل مساعد an auxiliary أو a helping verb. والنوع الثاني من الأسئلة بنسميه the WH questions. a WH question ده سؤال بيبدأ بكلمة استفهام، أداة استفهام، a WH word. ليه سميناه WH question؟ لأن معظم كلمات الاستفهام في اللغة الإنجليزية تبدأ بحرفي W and H، مثل what ما أو ماذا، why لماذا للسؤال عن السبب، where للسؤال عن المكان أين، when متى، who من بسأل عن الشخص من الفاعل، whose للسؤال عن الملكية لمن هذا الشيء مثلا، ما عدا كلمة الاستفهام how. how يعني كيف، و how بيشتق منها كلمات استفهام أخرى مثل how much للسؤال عن الثمن، how long للسؤال عن المدة، how often للسؤال عن تكرار حدوث الفعل. دي معظم كلمات الاستفهام في اللغة الإنجليزية. في حلقة النهاردة هنتعلم إزاي نكون أسئلة عن الجمل التي تحتوي على verb to be. verb to be فعل الكون، يكون. طيب verb to be عادة في الجمل بنشوفه في 5 أشكال أساسية. في حلقة النهاردة أول حلقة من حلقات كيفية تكوين السؤال في اللغة الإنجليزية هنتعلم إزاي نكون السؤال عن الجمل التي تحتوي على verb to be كفعل أساسي. ركزوا معايا، جمل فيها verb to be هو الفعل الأساسي للجملة. طيب إيه هو verb to be أصلا؟ verb to be فعل الكون، يكون. verb to be في أي جملة في اللغة الإنجليزية له 5 أشكال أساسية في المضارع والماضي. المضارع والماضي، في المضارع له 3 أشكال وهي am, is, are. تكلمنا عنهم كتير خلال كورس المبتدئين. am, is, are في المضارع. أما الماضي was and were. was and were. كويس جدا، تعالوا يلا نبدأ ونشوف الجمل ونشوف إزاي هنكون عنها yes no questions and wh questions. قبل ما نشوف الجملة اللي معانا عاوزين نتفق على حاجة. لتكوين a wh question يعني سؤال يبدأ بكلمة استفهام يجب أن نمر بمرحلتين أو نقوم بعمل خطوتين. الخطوة الأولى هي أننا نكون a yes no question. تعالوا نبدأ مع بعض. أول جملة معانا هي لينا is in America. لينا is in America يعني لينا في أمريكا. كويس، تعالوا نقسم الجملة. طبعا لينا subject ده الفاعل. أين الفعل؟ الفعل هو is. this is the verb. verb to be. in preposition America noun اسم. طيب كل اللي يهمني هنا أهم حاجة في الجملة الفاعل والفعل. كويس، لينا is in America. is هنا فعل أساسي، a main verb. هل إحنا شايفين هنا أي فعل أساسي أو أي فعل آخر في الجملة غير verb to be؟ طبعا اتفقنا إن is هي verb to be في صيغة المضارع مع الفاعل إذا كان مؤنث مفرد مثل لينا يعني she
is أخدناها قبل كده. إزاي أكون سؤال من الجملة دي؟ أول حاجة verb to be هو يعتبر الفعل الوحيد في اللغة الإنجليزية الذي يمكن أن أستخدمه كفعل أساسي وأيضا كفعل مساعد للسؤال إزاي؟ تعالوا نشوف. أولا بنقوم بعمل المقص، يعني أحرك الفعل في بداية الجملة is، ثم الفاعل يأتي بعد الفعل is Lena، وأكمل الجملة is Lena in America. تاني أنا عملت إيه علشان أكون سؤال من جملة الفعل الأساسي فيها هو verb to be؟ أنا أستخدم verb to be للسؤال، يعني هبدأ ب verb to be السؤال. أولا بحرك verb to be في بداية السؤال، ثم الفاعل، ثم تكملة الجملة، وكده أصبح عندي سؤال a yes no question. Is Lena in America؟ واتفقنا صوتنا في نهاية أي yes no question بيكون مرتفع في النهاية ومنخفض في بداية السؤال. Is Lena in America؟ كويس جدا. طيب تعالوا نروح للخطوة الثانية وهي تكوين سؤال يبدأ بـ WH word، a WH question. طيب مثلا لو أنا عاوز أسأل عن أمريكا، أنا لازم أسأل عن شيء في الجملة لو هكون a WH question. طيب أنا محتاجة أسأل عن إيه في الجملة دي؟ إيه في الجملة دي ممكن أسأل عنه؟ Lena is in America. هسأل عن أمريكا. أمريكا ده اسم إيه؟ اسم مكان. وللسؤال عن اسم المكان إذن أحتاج إلى كلمة استفهام تسأل عن المكان. إيه هي كلمة الاستفهام اللي ممكن تسأل عن المكان؟ طبعا أين بالإنجليش where. بعد كلمة الاستفهام يجب أن يأتي verb to be is نفس الشكل، والفاعل Lena. طيب أنا بسأل عن أمريكا، هل هكتبها في السؤال؟ لا طبعا، خلاص أمريكا خلاص أنا بسأل عنها، إذن لا تكتب في السؤال. كده السؤال انتهى. Where is Lena؟ السؤال اللي بيبدأ بكلمة استفهام صوتي في بدايته بيكون مرتفع وفي النهاية منخفض، عكس the yes no question. ها قولوا معايا where is Lena، where is Lena. اوكي اين لينا؟ نجاوب على السؤال ده where is Lena. Lena is in America. Lena is in America. طيب ايه رأيكم نسأل عن لينا نفسها؟ لو أنا عاوزة أسأل عن لينا، يعني هشيل لينا من السؤال اللي هو WH question. إزاي أسأل عن لينا، عن الفاعل؟ بقول من في أمريكا. هسأل بإيه؟ إيه كلمة الاستفهام المناسبة للسؤال عن الأشخاص أو للسؤال عن الفاعل، الشخص الذي يقوم بالفعل؟ طبعا هي من، هو. هو بعد كلمة الاستفهام يأتي verb to be المناسب هو is، وبعد verb to be نكمل السؤال. طيب أنا هسأل عن لينا، ولينا ما ينفعش تكون مذكورة في السؤال لأني أنا عاوزة أسأل عنها، هي تيجي بقى في الإجابة. هكمل وأقول in America. Who is in America؟ Who is in America؟ والإجابة Lena is in America. Lena is in America. Lena في أمريكا. الجملة الإنجليزية يجب أن تحتوي على فعل ظاهر، أما اللغة العربية الفعل أحيانا يكون غير ظاهر، بنقول Lena في أمريكا. أوكي إذن إذا كان verb to be هو الفعل الأساسي في الجملة أستخدمه عند السؤال
I ask no question. هبدأ بيه السؤال إذا كنت بكون I ask no question. Is Lena in America؟ وفي الحالة دي verb to be بيكون معناه هل. خلاص لم يعد معناه يكون. أنا بستخدمه هنا كفعل مساعد للسؤال، وأي فعل مساعد بستخدمه في yes no question بيكون معناه هل. Is Lena in America؟ هل لينا في أمريكا؟ Yes or no. Okay. طيب وعند السؤال ب WH word نبدأ السؤال بكلمة الاستفهام المناسبة ثم verb to be اللي استخدمته في بداية yes no question، وبعدين بنكمل، وإنما الشيء اللي بسأل عنه يحذف من السؤال الذي يبدأ بكلمة استفهام لأنه هيظهر عندي في الإجابة. تعالوا نشوف تاني مثال معانا، وهو He was angry. He was angry. هو كان غاضبا. هو كان غاضب. طيب إزاي نسأل عن الجملة دي؟ أولا أين الفاعل؟ الفاعل هو he the subject، وأين الفعل؟ الفعل هو was. What about angry؟ angry is an adjective، صفة. كويس جدا. طيب طبعا زي ما احنا ملاحظين الفعل الأساسي في هذه الجملة هو was، يعني the verb to be في صيغة الماضي مع الفاعل he. He was. هو كان. إزاي نكون سؤال من الجملة دي؟ طبعا بما إن الفعل الأساسي عندي هو verb to be، إذن ممكن أستخدمه لتكوين السؤال. نفس الفعل؟ أيوة نفس الفعل. طيب يلا نبدأ السؤال. المقص هحرك verb to be في بداية السؤال وهقول was. بعد verb to be يلا قولوا معايا طبعا الفاعل he. He was he. ثم التكملة was he angry. That's it. Was he angry؟ was هنا معناها ايه لما استخدمتها بقى في السؤال؟ طبعا معناها هل. نترجم السؤال was he angry؟ هل هو كان غاضبا؟ was هنا بتعرفني ان السؤال ده في الماضي، انا بسأل عن حالة الشخص ده في الماضي وليس الان. was he angry؟ هل كان غاضبا؟ yes no. كويس. طيب الخطوة التانية نكون بقى a WH question. محتاجين كلمة استفهام a WH word مناسبة أسأل بيها عن مفيش غير الصفة angry. هسأل عن إيه؟ مثلا ممكن أسأل عن سبب الغضب، سبب غضب الشخص ده. طيب للسؤال عن السبب نستخدم كلمة الاستفهام why. why why ثم verb to be على طول was، ثم الفاعل، ثم angry. يعني كأني أضفت why قبل هذا السؤال، أنا مغيرتش في أي حاجة. why was he angry؟ why was he angry؟ why was he angry؟ معناها لماذا كان غاضبا؟ لماذا كان غاضبا؟ إيه سبب غضبه؟ هنا أنا ما حذفتش حاجة لأني أصلا بسأل عن سبب غضبه، ده شيء ما كانش مذكور في الجملة، إذن هنا أنا لا أكرر شيء، أنا بسأل عن سبب الغضب وده طبعا لم يذكر في الجملة الأساسية. إذن سؤالي سليم 100% ومفيش أي مشكلة. Why was he angry؟ نشوف مثال آخر. These are lions. These are lions. هذه أسود. كويس. إزاي نسأل عن الجملة دي؟ طبعا كما نلاحظ verb to be are هو الفعل الأساسي في هذه الجملة. إذن لتكوين السؤال في الخطوة الأولى هستخدم verb to be
فين؟ في بداية الجملة. يلا نعمل المقص. ها are نحركها في بداية الجملة، وطبعا وتبقى capital. أي جملة أو أي سؤال في اللغة الإنجليزية يجب أن يبدأ بحرف كبير are، ثم الفاعل. These هي الفاعل. These are lions. These في موضع فاعل الجملة. This is the subject. Are these. نكمل ومننساش علامة الاستفهام في نهاية السؤال. The question mark. Are these lions? Are these lions? هل هذه أسود؟ هل هذه أسود؟ معنى are اختلف. هنا قلنا هذه أسود يكون، أما هنا are تعني هل. هل هذه أسود؟ طيب الخطوة الثانية، يلا نكون WH word. قبل السؤال ده ممكن أستخدم كلمة استفهام مناسبة. طيب أنا ممكن أسأل عن إيه هنا؟ ممكن أسأل عن كلمة lines. lines الأسود. طيب هقول إيه؟ أنا عاوز أعرف ما هذه الأشياء، إيه الكائنات دي، إيه الحيوانات دي، اسمها إيه؟ إذن أستخدم كلمة الاستفهام what. what وبعد كلمة الاستفهام verb to be. what are these الفاعل. what are these. what are these. طبعا كلمة lions لن تستخدم في السؤال لأن هي دي الشيء اللي أنا بسأل عنه، وأقفل السؤال. What are these؟ ما هذه الكائنات؟ ما هذه الحيوانات؟ بسأل عنهم. الإجابة These are lions. Another example. يلا نشوف جملة جديدة ومثال آخر. Sarah and يمنى. Sarah and يمنى اتنين جمع. Were absent today. Sarah and يمنى were absent today. Were. كما نلاحظ طبعا الفعل الأساسي فين؟ أين الفعل الأساسي للجملة؟ الفعل الأساسي هو were، ولا يوجد أي فعل آخر. وأين الفاعل؟ الفاعل عندي هنا في الجملة جمع اتنين، Sarah and يمنى. عادي جدا مفيش أي مشكلة. Sarah and يمنى مالهم؟ were absent today. absent is an adjective صفة بمعنى غائب. today يعني اليوم، وده an adverb يعني ظرف زمان. Sarah and يمنى were absent today. لاحظنا الفعل الأساسي هو verb to be في صيغة الماضي مع فاعل جمع. تمام were تأتي مع you we and they. you we and they في الماضي. طيب الفعل الأساسي verb to be يعني أقدر أبدأ بيه السؤال في الخطوة الأولى لما أكون a yes no question. أيوة طبعا نبدأ به. طيب يلا ها المقص verb to be هيجي في الأول were، ثم الفاعل Sarah and يمنى، وأكمل absent today وأقفل السؤال. Were Sarah and يمنى absent today؟ Were verb to be أبدأ بالسؤال وهيكون معناه هل عند السؤال، ثم Sarah and يمنى الفاعل بعد verb to be في ال yes no question يأتي الفاعل دائما. Were Sarah and يمنى absent today؟ طيب هو أنا لو عاوز أعوض عن Sarah ويمنى باستخدام ضمير، هيكون الضمير هو a pronoun يعني a subject pronoun ضمير فاعل. ايه الضمير المناسب اللي ممكن نستخدمه بدل Sarah and يمنى؟ طبعا هو they. Were they absent today? Were they absent today? هل سارة ويمنى كانوا غايبين اليوم؟ كانوا غايبين النهاردة؟ كويس. طيب
ننتقل للخطوة الثانية وهي تكوين the WH question. نختار كلمة استفهام مناسبة قبل ما نبدأ السؤال. هنا مثلا هحتاج أسأل عن سبب غياب سارة ويمنى. للسؤال عن السبب اتفقنا نستخدم why. تمام، why، ثم نكمل verb to be. why were Sarah الفاعل and يمنى absent today. ونقفل السؤال. لم أحذف أي شيء من هذه الجملة لأني بسأل عن السبب والسبب لم يذكر في الجملة. إذن أنا بسأل عن شيء أصلاً مش موجود في الجملة فما بحذفش منها أي جزئية. Were Sarah and Yumna absent today؟ للسؤال عن السبب قلنا why، استخدم why بمعنى لماذا، ثم verb to be، ثم الفاعل اللي أنا بسأل عنه، ثم تكملة الجملة. Why were Sarah and Yumna absent today؟ ودلوقتي مطلوب إنكم تكونوا سؤال من هذه الجملة في التعليقات. مستنية إجاباتكم في الكومنتس. الجملة هي It is a car، إنها سيارة. طبعا هنعمل الخطوتين The yes no question and the WH question. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. النهاردة كان الجزء الأول من كيفية تكوين الأسئلة في اللغة الإنجليزية، وبدأنا بالجمل التي تحتوي على verb to be كفعل أساسي. am is are was and were. أرجو تكونوا استفدتم من حلقة النهاردة. ما تنسوش تتابعوا الحلقتين الجايين بإذن الله، إن شاء الله هيفيدوكم. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. شكراً.